Yeah. MC Vic Team. MC Vic Team. Bunda bunda. Team team. Pod 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 pod. Oh, not the hell. ايه مرانيش قد نعيش في عالم الاطفال وراهم الحباب وراهم اصحاب تاع بكريت نخلق في وجه الباب على عدة مشاكل وهموم الدنيا تحويس على بجارر تقاهم كاع كزيك انا نيش نسعر برجالة وقف معايا في وقت الشدة اما تيومار بلقى فرشة من هاد الحياة راك تلعب بالديش بس انتيزاتي في توشيش راني بالراحة قارو باش تلاقى لافين يرتاعي البلاد راحة في بلاد الشيعة زفة ولا عندهم حرفة صايكة اللي تعامل هيا ليكم لاجيري مش يديركم فيوز في العرب يسين وغادي يتلوك تلك كل شي ولا بديك المشكارة مش يدير مضامة تلقى تكون عندك في بيزا او النوفم برا وندم عليكم بكاش يحاسب بلي غادي شو اجيال اللي ربش الرقص العوجة كل شي غادي تكون تنمشي تحية حيلة ولا زوج فهو صارع عجب المعجب بلاد المجاهدين مازال نشوف مبعيد باش تحوز على لازميني بتاعي كنت تبلغ لزام قبل ما نشوف الريحة البلاد هذا سيطر شاكينهم غادي الموت الى عامل تسكينات عيش عيش بمساكين كاش على ذلك انك بل يجو لهموم الدنيا كاش على بالي باللي رافي بكي كيما نهار في الوقت عايش عشت مساكين مكيش على بالي كنك في الغاد يجوم مشاكل الدنيا المهم راهم يكلوني ويبكوني كل ما فكر في اللي فدد بديك يكلوني في ياخي يراهو يضحك غاديك في مثالي عايش يسيبوني مكيش على بالي في اللي رافي بكي كيما هاك كنت حاسة باللي غير ضحكة ولعبة قبل ما نعمق الأعماق الروحانية وراني شي نكذب على روحي هذه هي قصة حياتي كنت حاسس بيك قبل ما تكون الأيام والكل يدولي قدامي خاص كحكي منهار غادي يكون اللي مشيت عليا بحيلة ولا زوج ما كنتش حاسس اللي اليوم غادي يطول كيما نهار كلشي راه كلشي غرام التخطية هذه هي قصة حياتي كنت تبني لي زوم قبل ما نشوف فيك الريحة البلاد راه داسة فرشة بيهم غادي تموت كيما عامة التسعينات